السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم لنا موعد مع حصة تثبيت الظواهر اللغوية الخاصة بالوحدة الخامسة، دائما الأسبوع الرابع، ومرجع المفيد في اللغة العربية الخاص بالمستوى الرابع ابتدائي. إذا لنبدأ أولا مع نشاط الإملاء، كتابة الأسماء الموصولة. السؤال الأول، أكتب اسم الموصول المناسب مكان النقط. الأشجار التي، إذن الأشجار التي غرست تعطي المدرسة رونقا وتزيدها جمالا، لذا تكلف التلميذان اللذان تطوعا بتنظيف أحواضها، واهتمت التلميذتان اللتان اختيرتا بسقيها. اذا بالنسبه للسؤال الثاني، اكتب على دفتري ما يملي علي ثم اصحح اخطائي. هنا السؤال مرتبط بالاستاذ المزاول للمهنه داخل الفصل الدراسي. هنا سيملي الاستاذ عليكم مجموعه من الجمل أو عبارة عن فقرة قصيرة أو نص قصير، وستكتبونه على دفاتركم. لنمر الآن إلى أنشطة الصرف والتحويل. الاسم النكرة والمعرفة والمعرف، المعرفة المعرفة بال أو بالإضافة. أضع سطرا تحت كل معرفة وأبين نوعها. إذا لدينا جمل، سنقوم بتحديد الاسم المعرف، ثم سنحدد نوع هذه أو هذا التعريف، هل هو معرف بال أو معرف بالإضافة. اهتمت التلميذتان بالسقي، إذن الاسم المعرف هنا هو التلميذتان. إذن التلميذتان، نضع سطر تحت التلميذتان. إذن نوع التعريف هنا هو معرف بال، إذن هذا الاسم معرف بال، ونكتب معرف بال. الجملة الموالية، تطوع تلميذان لتنظيف الحديقة. إذن الاسم كذلك المعرف هنا هو الحديقة. إذن نفس الشيء، هذا الاسم معرف بال. بالنسبة للجملة الثالثة، أشجار المدرسة باسقة. إذن الكلمة المعرفة هي المدرسة. نوع التعريف هنا هو التعريف بالإضافة، إذن فهو اسم معرف بالإضافة. بالنسبة للسؤال الثاني، أضيف إلى الأسماء النكرة ما يجعلها معرفة في الجملتين الآتيتين. إذن غرس فلاح شجرة. إذن سنضيف التعريف للأسماء النكرة، غرس الفلاح الشجرة. إذن ستصبح هذه الجملة، غرس الفلاح الشجرة. زرت غابة مجاورة. نفس الشيء، زرت الغابة المجاورة. الآن نمر إلى أنشطة التراكيب، إن وأخواتها. إذن أتمم، لاحظوا معي السؤال، أتمم أو أكمل كل جملة بأن أو إحدى أخواتها، وأشكل أواخر الاسم والخبر. إذن كما تعرفون، فإن وأخواتها من أدوات النصب، تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. إذن ليت، إذن سأقترح عليكم ليت
ليت السيارة معدة للسفر. ليت السيارة معدة للسفر. كأن رمضان قريب. كأن رمضان قريب. إن المطر منهمر. العم قادم. إذن لعل مثلا، لعل العم قادم. إذن المبتدأ دائما يكون منصوب والخبر دائما يكون مرفوع. السؤال الأخير، أنتج جملة تبتدئ بإحدى أخوات إن وأضبطها بالشكل التام. إذن مثلا سأقترح عليكم هذه الجملة، إن جملة بسيطة جدا، العطلة وشيكة. إن العطلة وشيكة. إذن هذا فيما يخص أجوبة فقرة التراكيب. إذن أصدقائي بهكذا نكون قد أنهينا الإجابة عن جميع الأنشطة المقترحة بالتثبيت، تثبيت الظواهر اللغوية. أتمنى لكم متابعة طيبة. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.